مرحبا، اليوم عنا ان شاء الله تطبيق على موضوع الفليكس بوكس. حنطبق اكزامبل بسيط، خلينا نشوف الشكل احنا حنطلع فيه في النهايه. بعد ما نخلص حيكون في عنا شكل بسيط زي هيك كلاي اوت لويب سايت، انه في عنا ناف بار وعنا فوتر، لكن عنا في الجزء الاهم هو هنا عنا في النص في عنا 3 كولوم. كيف الثري كولومز هذول انا بقدر اخليهم اخلي اللاي اوت ريسبونسيف بحيث انهم يكونوا فليكسبل على الشاشات المختلفه. يعني هي عندنا هنا مثلا على الشاشة هذه أو بالحجم هذا 3 columns، لو صغرنا الشاشة حنلاحظ إنهم صاروا بالشكل هذا، والحاجة اختلف الأوردرينج تبعهم، صار عندنا الأرتيكل هذا فوق وصار عندنا هدول الديفز التو ديفز هدول لتحت، مع إنهم كانوا بالشكل هذا، كان هاي 1 2 3 كان الارتيكل بالنص. بنفس الوقت مش بس الاوردر اختلف، كمان اللاي اوت بحيث انهم صار مناسب، اللاي اوت صار مناسب لحجم الشاشة. هذا الكلام احنا بنعرف نشتغله من غير فليكس بوكس يمكن، لكن اليوم احنا رح نعمل الشكل في البداية، رح اعمل معكم الشكل الاساسي بعيدا عن موضوع الفليكس بوكس. نقسم اللي هي الديف الرئيسي هذا لثري كولومز، عنا هدول هذا وهذا الديف متساويين، الديف في النص اكبر. رح اشتغل اكزامبل معكم هذا بشكل سريع، بعد هيك الاكزامبل نفسه رح نحوله لموضوع الفليكس بوكس ونشوف كيف انه ممكن نشتغله في الفليكس بوكس بطريقة سهلة، وبنفس الوقت نعمل اللي هي موضوع الريسبونسيف على الشاشات المختلفة. اوكي، هي عنا احنا الصفحة، حنقول انه في عنا ديف رئيسي اللي هو الكونتينر، حنشتغل حاليا الشكل هذا بعيدا عن موضوع الفليكس بعيدا عن موضوع الفليكس بوكس نهائيا، وحنشوف كيف احنا ممكن نعمله وبعد هيك نحوله لفليكس. كيف حستخدم HTML5 tags، نقول عندنا header، رح اقول هنا navbar here لانه حنشتغل عليه بعدين، اليوم بس حنشتغل على ال 3 columns. حقول عندنا main، عندي السايد وعندي ارتيكل اللي هو في النص، عندي السايد، اوكي الهيدر والمين، عندي فوتر، تمام. هاي الشكل الرئيسي مفروض في عندنا الكونتينر، في عنا هي هنا الهيدر وهنا الفوتر وهنا عنا المين. المين فيه 2 asides 1 article. حاعطي classes، class main h main header، class بيساوي main f، class بيساوي aside 1، والكلاس هذا aside 2، ونقول هذا المين ارتكل. هاي الشكل الرئيسي، تمام. حنجيب تكست لوريم ابسن ونستخدمه داخل الارتكل والاسايد، تمام. جبنا لوريم ابسم تكست حطيناه في الاسايدز والارتكل عشان بس نشوف المنظر كيف واسهل للوقت. نيجي حاليا للستايلينج، لازم نعمل ستايلينج عشان نشوف الشكل. حاجي في الاول اعمل ريسيت للقيم، هاي بادينج 0 للاول لكل السيلكتورز، هاي مارجن 0، اوتلاين 0، بوكس سايزنج بوردر بوكس، هاي الحاجات اللي ممكن تلزمنا حاليا، حتى الاوتلاين ما مش حيلزمنا في الفيديو هذا. طيب نقول انه احنا عنا حنشتغل بشكل سريع، نعمل السايلنج للثري كولومز. اول اشي بدي اقول له الكونتينر الويدث تبعه 100% من كل الشاشة،
background color وليكن رمادي، المين هيدر بس عشان نعمل ستايلينج عشان نشوفه بدي اقول له الهايت 70 بيكسل، باك جراوند كلر ريد بس يا جماعة عشان نشوف المنظر، حنظبط الالوان بس عشان نشوف المنظر ونشوف اللاي اوت يزبط معنا. تكست الاين سنتر لون ابيض، المين ويدث 100%، المين اللي هو هذا هذا الدفل في الوسط اللي جاي فيه الثري كولومز هو المين. هقول له دوت السايد 1 وعنا دوت السايد 2 وفي عنا في النص بينهم اللي هو كان مين الام ارتكل، طبعا كتير كويس زي ما نكتب اللي هي بالترتيب حسب ما في عنا في الكود اسهل لنا عشان يضل الكود ماشي صح. نقول هنا الاسايد 1 باك جراوند كلر ليكون جرين، وهنا باك جراوند كلر يالو، باك جراوند كلر ايش ضل عنا بلو. هنشوف المنظر قبل ما نكمل. اوكي هاي الناف بار، هاي الدف في السايد الاول، هاي السايد الثاني سوري هاي السايد الثاني، وهاي الارتيكل تقول له الفوتر دوت ام فوتر، وحطيت كلاسز عشان احنا نكمل بعديك على الاكزامبل او حتى لما تشتغلوا انتوا بعديك ممكن تكونوا بتكملوا في الويب سايت فلازم يكون معطين لكل حاجه كلاس عشان ما يصيرش عندنا اي كونفليكت. بدي اقول له الويدث 100% للفوتر، باك جراوند كلر وليكن اسود وكلر ابيض، نقول له مثلا هايت 50 بيكسل، هاي تكست الاين سنتر. اوكي مش كاتبين حاجة في الفوتر عشان هيك مش مبين. نقول space flex box 18. هنيجي هنا على السايد 1 بدي اجي اقسمهم، ولنفترض انه احنا عندنا هالقيتا الويد 100%، نفترض انه بدنا نقسمهم كلهم نفس الويد. هقول له هنا فلوت، هستخدم الفلوت لانه لسه هنستخدم هنشيلها بعد هيك ونستخدم الفليكس. الفلوت ليفت ويد 20%، السايد 1 السايد 2 نفس الحاجه 20 20 40، بضل عنا في النص 60% بالشكل بس. السايد الأولى 20 واللي في النص 60، هاي 28 هاي 100%. اوكي هاي هيك الشكل هيك تقسمت، لكن بنلاحظ لو احنا صغرناها الشكل هذا هيو، حتى الآن احنا ما اشتغلناش أي حاجة على الفليكس بوكس. طيب بدي اجي اقول له هنا بدي اظبط بس المنظر في جوا الارتكل والاسايد عشان ما اكررش، راح اقول له المين كل اللي جوا المين اعملهم بادينج 25 بيكسل، كتير خليها
15 بكسل و لاين هايت 1.5 و تكست الاين جاستيفاي. ايوه بس عشان المنظر تمام هيك بشكل عام. ظبطنا احنا بس نشوف هنا فوتر مين اف مش ماخذ الكلاس ماخذ الكلاس هذا اي ام فوتر. طيب مش ماخذ الكلاس حتى انا الكلاس لكن ننتبه يا جماعة انه في عنا ايش في عنا floating عشان هيك لازم اعمل clear للفلوت. هاي هنا بدي اعمل div class بيساوي clear fix هنا فوق خالص dot clear fix clear both تمام عشان الديزاين يضل عنا صح. طبعا مش حل المشكلة هاي لانه هي حتنحل لحالها لما نستخدم الفليكس بوكس. رح اضبط انا الالوان بتقدروا تستخدموا انتوا الالوان اللي بدكم اياها وبعد هيك رح نعدل الاكزامبل ونستخدم الفليكس ونشوف كيف ممكن احنا نشتغل كمان على الميديا بحيث انه نعمل فليكس بوكس. طيب احنا هيك ظبطنا الالوان بشكل نوعا ما افضل. بتقدروا تستخدموا انتوا تعملوا الستايلينج اللي انتوا بتحبوه. هلقيت رح نشوف هاي عنا كود CSS. طبعا احنا مش حنغير اشي في HTML HTML حيضل عنا زي ما هو. هنشتغل وين؟ على الستايلينج. هلا احنا قلنا اذا احنا بنستخدم فليكس بوكس معناها انا مش بحاجه اني اقول فلوتنج ولا بحاجه اني اقول فلوت ليفت واقول ويث 20% والكلام هذا. عشان هيك اول حاجه اعملها راح اشيل الفلوتنج اللي عملته انا للثري بوكسز. راح اشيل الفلوتنج خالص عشان بدي استخدم بداله فليكس بوكس. اوكي طبعا انا هشتغل فقط اليوم في الفيديو هذا هشتغل فقط على المين على تاج المين اللي هي فيها الثري كولومز. اوكي وبعد هيك هنشتغل ان شاء الله في الفيديو القادم هنشتغل على الناف بار. هاي في عنا اوكي هاي المين وهي جوا الثري اللي هي السايد والارتكل. صار عندنا الشكل هذا لأنه شلت أنا الفلوتينج وشلت ال حاجة أقول له إيش رح أقول له. إحنا قلنا أول حاجة في الفيديوهات السابقة ولازم يعني تدرس موضوع الفليكس بوكس قبل ما تيجوا تطبقوا حكينا فيه ب 11 فيديو بتقدر تحضروهم. أول حاجة رح اجي للبيرنت اللي هو الابو واقول له انه هذا هو الابو تاع الفليكس بوكس هو هذا الديف الرئيسي اللي بدي اعمل انا جواه كل الايتيمز فليكسبل واقدر اتحكم فيها. يبقى مين هو الابو؟ الابو للاسايد والارتكل الابو للثري كولومز هو المين. خلينا نرجع هنا على HTML نتاكد هي المين وفي جوا الاسايد والارتكل. يبقى حاجة هنا وأقول له إنه المين هذه يعمل لي إياها display flex لأن هو مين يا جماعة هو البيرنت. هقول له flex direction row flex direction row. شوفوا إيش صار مباشرة قسم لي إياهم. طبعا لسه حتى الآن هي ما عملناش إنه في الشاشات كيف يصير بس هو قسم لي اياهم. حاجه اقول له خلينا اقسمهم بدي اقسمهم انه يكون
السايت اللي على اليمين وعلى الشمال اصغر من الارتكل. راح اقول له هنا فليكس، لو انا قلت له فليكس واحد وفليكس واحد، طبعا قلنا خاصية الفليكس بتنعطى للتشيلدرن، بتنعطاش للابو. الابو من الخصائص تاعته اللي حكينا عنها اللي هي الديسبلاي وفليكس دايركشن، طبعا حكينا عن خصائص تانية بس هاي اللي بيعنونا في تطبيقها لاتها. ديسبلاي فليكس قلنا له هاي الابو، ومن اللي يا رو حاجة اقول له انه الاولاد جوا فليكس، طبعا انا اخذت بس الحاجة الرئيسية اللي هي الفليكس جرو، قلنا في عنا قيم تانية لكن حاليا انا مش محتاجة. حقول له فليكس جرو 1 اللي هي الفليكس 1 1 1، وبالتالي هنشوف هنا كيف حيكون الشكل. 1 1 1 معناها انه قسمهم الثلاثة بنفس القيمة، يعني الثلاثة حيكونوا متساويين. لكن لو جيت انا قلت له هنا على الفليكس ارتكل قلت له 3، وبالتالي صار عندي الفليكس ارتكل اكبر اللي في النص. ليش؟ لانه فليكس هذه القيمة الاساسية فيها الاولى هي عبارة عن الفليكس جرو، وبالتالي هو عمل جروينج، كبر الارتكل بمقدار 3 اكبر من هذا وهذا، انا قلت له كبرهم بواحد. طيب الاوردر، لو انا بس سريعا اجيت قلت له هنا قلت له الاوردر واحد بس للتجربة، وحرجع عدلها اوردر 2 والارتيكل اوردر 3، طبعا احنا قلنا انه خليهم هيك السايد الارتكل. وبالتالي انا عملت ترتيب لهم بحيث انه صار الارتكل هو نمرة 3 وهذا السايد 1 هو 1 وهذا 2، تمام. ما بديش العب بالاوردر تبعهم، خلي هذا 2 وخلي هذا 3، احنا نغيره على الشاشات الصغيرة. وبالتالي احنا هيك استغنينا عن الفلوتينج واستخدمنا الفليكس. هلا اللي بدي اعمله ان انا بدي اقول له في الشاشات الصغيره، ما بديش الشكل هذا، الشاشات الصغيره اعمل لي اياهم الديفز تحت بعض، الثري ديفز هذولا اللي هم السايد والارتكل، اعمل لي اياهم تحت بعض وبدي اغير ترتيبهم. طبعا اول حاجه لازم اعملها بدي استخدم تاج الفيو بورت تبع ال HTML اللي لازم استخدمه لresponsive design. هاي التاج عندنا عشان بس ما اوكي تاج الفيو بورت. تاج الفيو بورت هو بيفهم للبراوزر انه هو لازم يكبر او يصغر الديزاين على حسب الشاشة. راح استخدم كمان ملف جديد للسي اس اس عشان نكون مرتبين شغلنا، اللي هو ملف الميديا. ملف الميديا ملف الميديا حيكون في عندي المقاسات. طبعا يا جماعة انا بحكيش من الصفر، يعني انا بشرحش موضوع الميديا، بالتالي ممكن نشرحه او نحكي فيه بعدين، لكن انا اعتبرت ان موضوع الفليكس بوكس هو موضوع شوية يعني ادفانس، وبالتالي لازم يكون عندنا احنا بيزكس HTML و CSS عشان نقدر نكمل. لكن الموضوع بسيط، انه انا هنا في الميديا انا بدي اجي اقول له انه على الشاشات الصغيرة خالص ايش يغير لي في الديزاين، لانه هاي الديزاين اللي عندنا بالشكل هذا، الشاشات الصغيره خالص كيف يصير شكله. لو كانت عندنا شاشه اكبر اكسترا لارج ديفايسز اللي هي لارج ديسكتوبس، كيف يغير لي في الديزاين تبعهم في الشكل، في الويدث، في الترتيب، في الكالرز، غير كتير شغلات. يعني على سبيل المثال خلينا نقول نطلع من موضوع الفليكس بوكس شويه، واجي اقول له مثلا انا على الاكسترا سمول ديفايسز، طبعا هاي في لها ستارت براكت و انت براكت، حاجة اقول له مثلا على سبيل المثال الام هيدر او ايش كان اسمه الكلاس المين اتش، اوكي بدي اجي اقول له دوت المين اتش على سبيل المثال. في الشاشات الاكسترا سمول اعمل لي الباك جراوند كالر تاعته بينك، اشوف ايش حيصير.
هاي الشاشة، هاي شاشة الجوال على سبيل المثال هتكون قد ايه. فشو كيف صار؟ صار الناف بار لونه بينك، لان انا قلت له بس على الشاشة هذه، تمام. ممكن اجي اقول له انه اعمل لي كمان الفونت سايز على سبيل المثال 30 بيكسل، على بس على مين؟ على المين اتش، لما الماكس ويدث 576 بيكسل، يعني لغاية 576 بيكسل هو اعتبر بيعتبر انه هذه الاكسترا سمول ديفايسز. بعد هيك اذا كبر عن 576 فهو بيعتبره سمول ديفايس. طيب فونت سايز 30 بيكسل، اوكي. وبالتالي هي عندنا هنا، بس كلوز للتاب، هي عندنا هنا ايش؟ كبر الفونت سايز. طيب لو انا اجيت قلت له نفس الكلام هذا، شلته من هنا، اوكي، بطل شايف الكلام هذا، بطل شايف البينك، اوكي. لما كبرنا الشاشه شويه شاف انه هذا بينك، ليش؟ لان انا قلت له على المين ويدث 576، لكن لو صغر عن ذلك حيشوف ايش؟ الاكسترا سمول ديفايسز. هذا بشكل سريع موضوع الميديا، ممكن نحكي عنه ان شاء الله في فيديوهات قادمه. لكن انا اليوم اللي بدي اقوله، بدي اقول له انه في الميديا هنا احنا قلنا هي عندنا المين ديسبلاي فليكس والفليكس دايركشن رو. بدي اجي اقول له انه في الحجم الصغير في الاكسترا سمول ديفايسز خلي لي المين فليكس دايركشن تبعها ايش نخليه؟ نخليه كولوم، نخليه كولوم، وبالتالي مش حيبطل رو، حيصير اللي هو ايش؟ كولوم، وبالتالي حيجوا تحت بعض مباشرة. خلينا نشوف، هي عندنا الشكل، هذا الشكل، حاجة اقول له هيو، نصغر نصغر، مية المية. هلا ايش هيو؟ ايش صار عندنا؟ صار عندنا الشكل كولوم على ايش؟ على الاكسترا سمول. بدي اغير مش بس الفليكس دايركشن كولوم، بدي اغير مثلا على سبيل المثال الاوردر، حاجه اقول له دوت السايد 1 الاوردر مثلا 3 ودوت السايد 2 الاوردر تبعه 2، واقول له خلي لي بس ما يكون في عندنا على الشاشه الصغيره، خلي الارتكل فوق خالص، هقول له ارتكل اوردر 1. هي هيك الارتكل في النص، لكن لو اجينا صغرنا الشاشه حيصير في عندنا اللي هي الارتكل، حيصير عندنا الارتكل فوق، حيصير هذا اخر اشي، لانه السايد 1 انا قلت له الاوردر تبعه 3 والسايد 2 2، فجأة اجا في النص. وبالتالي انا هيك يا جماعه، بس احنا اشتغلنا على الاكسترا سمول ديفايسز اليوم. ان شاء الله في الفيديوهات القادمه بنتوسع اكثر موضوع الميديا، واللي مش واضح موضوع الميديا بيوضح اكثر. لكن اليوم انا ركزت على موضوع اللي هي الشاشه الصغيره خالص، اللي هي الماكس ويدث لها 576 بيكسل، انه اذا انا كان عندي 576 بيكسل بحد اقصى، اذا كبر عن هيك لا انا ببطل اعتبرها اكسترا سمول ديفايس حسب الكود اللي عندي. وبالتالي على الشاشة هذه هو حيعمل فليكس دايركشن كولوم، حيصير هيك. هو اساسا كان عندنا احنا معرفينه انه هو ايش؟ رو. ان شاء الله في الفيديو القادم راح نشتغل على موضوع الناف بار، رح نعمل ناف بار ونشوف الناف بار هذا كيف انا ممكن اعمل ناف بار. ولو انا بدي اعمل الناف بار هذا على الشاشة الصغيرة كيف حيطلع شكله، وبالتالي انا بحتاج اشتغل على موضوع الريسبونسيف. نلقاكم في الفيديو القادم، وشكرا لكم.